الكوسه المحشيه باللحمه المفرومه، كوسه ونقورها، وعندي لحم مفرومه، بصل مبشور، عصير طماطم، ثوم، شويه جوز الطيب وملح وفلفل، بهارات، شويه زيت كده، حوالي 4-5 صوص من الثوم مع شويه ملح. هنزل عليه ايه؟ عصير الطماطم بس كده، بصله مبشوره حلوه كبيره كده، حط لها سنه بهارات، جوز الطيب، ملح وفلفل، البهارات اللي تليق مع اللحمه عندك زي ما انت عايزه، ادي فلفل واملحها التمليحه المظبوطه، وانزل عليها باللحمه المفرومه بقى كده. بدل ما ايه دعكت كده البصلايه باللحمه المفرومه والبهارات، ادي اللحمه المفرومه، ابدا بقى كده امسك ايه، ادي الكوسه بعد ما قورتها ابدا احشيها باللحمه النيه دي، انا مش لازم اعصجها قوي، بس اجيب الكوسه كده ولا هتقع ولا اي حاجه خالص،